كان بيناتنا وشوش في ضلالة وغش والصدق عاد ولا بيهش ولا بينش جبل ذنوب على الوش كفيه بيتاني هم ونعدل الموازين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله جبينا مكتوبة بسمينا ديون في رجبينا مكتوبة بسمينا داين تدان يا ابن آدم والكل رد أوان حتما حتنول جزاءك بكير الحين سيان داين تدان يا ابن آدم والكل رد كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب بحبايبنا بقعدينا آخر مطفنا تراب والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب آخر مطف نطرة ولا جايبة همها كلتنا ماشيين نختم كلامنا بالصلاة عالزين نختم كلامنا بالصلاة عالزين غير مقلق
موضوع ايه اللي عايز تتكلم معايا فيه؟ اتكلم. هقول لك على كل حاجه بس سيبيني. مش سايباك. قول لي يا فواز ايه اللي جاب انت عندك هنا؟ رد عليا اتكلم. ايه اللي جابك هنا؟ مش دورك انتهى خلاص؟ ليه؟ انت ناسي ان انا لسه ليا حساب ولا ايه؟ انت كنت حاضر اتفاقي مع شريف بيه. ماشي حقك. اتفضلي. ميرسي يا باشا. لو عاوزتني تليفوني عندك اطلبني في اي وقت. باي. ها غارت في داهية؟ أيوة يا فندم. لو إن أنا بيني وبينك ما كنتش موافق من أساسه على لعب العيال ده، أنا شايف إن الأزهار مش خطر للدرجة. يا باشا يا سعادتك اللي قلت، لو شايفينها خطر خلصوا عليها وننتهي بقى من الموضوع ده. ما قلتليش هما أخبارهم إيه دلوقتي في السجن؟ مرتاحين على الآخر. أكل وشرب 10/10. مفيش أي حاجة ناقصاها. بس هما قلقانين حبتين. عايزك تطمنهم إن أنا بعمل كل جهدي علشان يخرجوا قريب. القضية بقت قضية رأي عام. هنستنى شوية لما الجو يهدى والناس تنسى. ساعتها هيبقوا بره. واو شاهد مالك يا بنتي؟ مفيش حاجة. بتبكي ليه يا بنتي؟ قلت لك مفيش حاجة. سيبيني. شهد مالها؟ فين شهد؟ بتبكي. بتبكي ولا ما بتبكيش؟ فين راحة؟ طلعت فوق وهي بتبكي. اوعي واخري. واه مالهم الدنين؟ مش عايز تتكلم معاي. الله الله الله. لما خلقاتك وراح على فين ان شاء الله؟ انا اللي بسألك مش انتي. انتي كنت هتفوز بتعمل ايه؟ والله عال. مين ليس لك تاني؟ انا ولا انتي؟ ماشي. عاوزة تعرف انا كنت عند فواز بعمل ايه؟ انا رحت الفواز عشان. تعالي. بتقول ايه؟ تعالي. ليه؟ اللي في دماغك ده لازم تعرف ان اللي في دماغك ده وهم. سمعانه ولا لا؟ ده وهم. فهماني؟ خلاص ما تعرفش تسمعيني. اسمعك انا. انت كنت عند فواز بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، انا مش حاسبك دلوقتي، انا حاسبك بعدين. سمعاني ولا لا؟ عاوزه تقولي ايه؟ لسه ما فهمتيش يا حماره يا توره. اي قصدك ايه؟ قصدي اقول لك ان فواز جوزي. انا مرضيش اتكلم ولا اقول عشان كانت الظروف مش مسامحه، ما عايزاش اعمل مشاكل مع ابوي مع اخلاقك. مهما كانت الاسباب المفروض ما كنتيش تخبي. قلت لك ان كان عندي ظروف. انت عارفه بسبب انك خبيتي انا ايه اللي حصل لي؟ عارفه. عارفه ايه؟ فواز قال لي على كل حاجه. قال لي كديه جريتي وراه، كديه صدق عشان ترجعي عن اللي في دماغك، وانت ما فيش فايده. كان عنده أمل إنك تفوقي وتعرفي إنه مقام أبوكي الله يرحمه. لما يسيبني كده على مايا يبقى نادل وجبان. كان مفروض يقول لي من أول دقيقة. كان هيقول لك إيه وإنت نزل رمح وراه؟ وبعدين قال لك ولا ما قال لكيش؟ مش ده المهم. أمال إيه هو المهم؟ المهم إن إنتي وإخواتك مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تخلينا نستغنى عنكم. حتى لو كان فواز؟ حتى لو كان فواز. اسمعي شهادة حبيبتي، انت صغيرة كان لازم تمر بالتجارب دي، بس الضربة اللي ما تموتش جو القلب. بقول لك يا روحي، ما تاجي ننسى اللي فات ونفتح صفحة جديدة. قلت ايه يا روحي؟ قصدك ايه؟ قصدي ننسى فواز ده خالص، ولا كأننا نعرفه من اصله. ايه رأيك يا روحي؟
ايه يا امبا صوتكم كان عالي ليه؟ مالك يا حبيبي سبت فرشتك وجيت ليه هنا؟ شوف سمعت الزعيق قلت اشوف في ايه؟ مفيش حاجه. احمد اخوك لسه ما رجعش لغايه دلوقتي؟ لا لسه ما رجعش. طب تعال تعال استريح في اوضتك. تعال تعال يا حبيبي تعال تعال يا ضنايا. ازيك يا صفاء؟ نعم. الله ينعم عليك. انا بس بطمن عليك. تشكر. تعمل ايه؟ زي ما انت شايف بجزجز ليب. طيب ما جزجز معاك. بح مفيش. طب شوف انا جايب لك ايه. يا ما جاب اللي اسمه ايه لامه. طب وهو برضك الغراب يجيب بسبوسه تستاهل خشمك ده؟ مش تقول انك رحت لقصر؟ لقصر ايه بس يا بنت، ده انا جاي من الشغل على هنيه على طول، وبعد جايبها لك من جنة مخصوص. وما بعتش واحدة للمحروسة في لوكسور ليه؟ ونتايها عنك تلاقيك بعتلها. يا دي النكت، اخدها من قصرها واروح ابيت في اوضة احمد وانور يقطع الحريم وسنينهم. تعال هني هات البسبوسة. سيب البسبوسة. قلتلك هات البسبوسة. شكلك مش عايزاك ده. عايزاها ولا مش عايزاها مالكش صال. وانت كنت خدتها وانت طالع من عند المحروسة. تصبحي على خير. وانت من اهله يا اخوي. طب والله لأكل البسبوسة واحدة. اللي محيرني يا بنتي، كيف صلاح عرف يخبى عليك المدة دي كلها انه ما بيخلفش؟ الظروف دي يما الراجل كرامته بتوجعه. كان هيقول لي ايه؟ هيقول لي رحت للحكيم وقال لي انك ما بتخلفش. يقول لك ما يقولش ليه؟ ولو قال هيزيد ايه على اللي احنا فيه؟ على الاقل كنت عرفت راسك من رجليك. ولما اعرف راسي من رجلي كنت هعمل ايه؟ اسيب صلاح وراح اتجوز واحد تاني عشان اجيب عيال. صحيح يما العيال عسوة، ليهم فرحة كتير وهم بيجروا في رجليكي، تسمعي صراخهم وتسمعي ضحكهم، ولما بنكبروا بيبقوا هم عكازنا. بس اللي عمله صلاح عين العقل، عشان الشيطان كان ممكن يوزني ويلعب في راسي واخرب البيت. حتى لو كنت جوزت واحد تاني كان ايش ضمني اني هخلف منه؟ مش يمكن كان يخيب ظني وما خلفش. شوفي يما، كل شيء قسمه ونصيب، وانا راضيه بالمكتوب كان او هيكون، والحمد لله على كده. انا راضيه بحالي. ما تردي بقى يا ازهار، ردي. ترى عملت ايه مع شهد؟ يا ريتني كنت قلت لك من الاول. ردي بقى، رد يا أزهار. أرد عليك أقول لك يا عادي فواز، أقول لك إني لازم أذبحك وأذبح نفسي عشان خاطر عيالي. هو لازم أقول لك لازم أقتل عرقه وأسيح دمه. أم أنور. أم أنور. نعم يا شربات. يا ست الكل، ما تيجي شوفي لك حل مع شهد. مالها بدي؟ مش راضيه تحط الوكل في خشمها، وقاعده جنب شنطتها وراسها والف سيف، لازم تسافر. حاضر روح انت، انا طالعه. على حاضر. ايه بنت موضوع السفر طالعه لي فيه ده؟ انا مش قلت تهمد وتبطل المواضيع دي؟ هي اما عاوزه اروح اقعد مع جدي وجدتي شويه، فيها ايه دي؟ فيها ايه دي؟ ايه احلو جدتك وجدك دلوقتي؟ مش عايز تسمع الكلام ليه؟
عزمتش كلامك عليا ولا ايه؟ يما انا نفسيتي تعبانه، واحسن حاجه ان احنا نبعد عن بعضينا. نبعدوا عن بعضينا؟ كانك اتجننتي ولا اتجننتي؟ ليه؟ درعير ولا درعير؟ بقول لك ايه؟ شويه الهبل اللي كانوا في دماغك دول راحوا لحالهم. عجل يا شهد واسمع كلامي، تفهمي ولا روحي؟ خلاص يما، ما دام مش عاوزاني اسافر هقعد هنا من غير ولا وكل ولا شرب ولا هتنيل على عيني. تتنيلي على عينك؟ ما تنيليش على عينك، اعمل اللي انت عاوزاه. موتي بالجوع، لما تموتي بالجوع هتاكلي لوحدك، واللي بياكل على ذيسه بينفع نفسه. على راي المثل ما بيقول، يا مخلف البنات يا شايل الهم للممات. قال بنات قال، هو احنا ما كناش بنات ولا ايه؟ هو ده المرار الطابع بتاع البنات بتاعت الايام دي؟ اه يا مرارك يا زهار. بنات قال شربات شربات شربات. ده عاملين يا ست الكل؟ اقول لك ايه، اقمع خد الوكل واطلع تاني لشهد، سايسيها وحيه لغايه لما تاكل. حاضر. اسمع يا شربات، اقمري. بقول لك ايه، اعمل لها سندوتشات قشطه بالحلاوه والطحينيه عشان بنتي بتحبها، ويمكن ريقها يجري عليها وربنا يهديها وتاكل يا رب. شربات. نعم. بقول لك ايه، على الترجير بتاع جنينه الحلاوه ناديه اللي عم بيفش، اعملي لنا كده لغايه لما تاكل. حاضر. اسمع. نعم. ما تقوليش انا اللي قلت لك تعملي كده، كان الموضوع جاي من عندك. ليه عاد؟ اسكتي وطي صوتك، مع جاز بنتي تنمرض عليا. حاضر. ربنا يهديك يا بنت وتاكل يا رب. صباح الخير ياما. صباح النور يا ولدي. انور انت لبست؟ مش كنت تقول لي يا ولدي عشان البس انا كمان؟ هتلبسي ليه بس؟ تلبسوا ليه؟ مش اتفقنا النهارده هنروح نعمل التحليل؟ لا انا هطلع شغل الاول. شغلك ايه؟ اوه على المرار الطافح اللي على راسك يا زهر، شغل ولا صحتك؟ دول روحنا نشوف صحتك الاول وبعدين نروح الشغل. وبعدين الشغل مش هيطير، ولو في حاجه مهمه اخوك هناك في الشركه. لا يما، في حاجات لازم اعملها انا بنفسي. لا انا جاي مرحة معاك. يما خليكي، قلت لك هروح اعمل التحاليل ما تقلقيش. توعدني يا نور انك هتروح؟ اوعدك يما. السلام عليكم. بالسلامه يا ولد، ربنا معاك، اسحبك السلامه، ربنا يخليكوا يا ولادي. نورتونا وشرفتونا يا ولاد. احنا جايين لك يا حاجه عشان نطمن عليكي ونشوفوك عايزه حاجه ولا ايه؟ ربنا يكرمك يا ولدي. وبعدين سيف ده ما كانش زميل بس، ده كان صديق واخ كمان. الشهادات دي من مجلس إدارة الكلية واتحاد الطلبة، دي شهادة تقدير بتاعت سيف، ودي كمان شهادة التخرج بتاعته. احنا عارفين ان الكلام ده ممكن يقلب عليكم المواجع، بس احنا كان لازم نقول لكم نحنا عمرنا ما هننسى سيف. سيف كان قدوة لنا كلاتنا، وياريت شباب البلد كلها تعرف كديه سيف كان شاب ممتاز. احنا ماشيين في نفس الطريق اللي سيف ابتدى، ومش هنهدى ولا يرتاح لنا بال لما عدت الطار الملعونة دي تنتهي خالص من حياتنا. وبعدين يا حاج احنا كلنا ولادك برضو، وياريت تسمح لنا نبقى نزورك ونتطمن عليك. تشرفوا وتنوروا في اي وقت، ولو اني يعني ما كانش في داعي تتعبوا نفسيكوا. الله يكون في عونك. الله يخليك يا حبيبي ويخلي لكم شبابكم. برضو مكفول. ام ابراهيم خبريه بيه، في حاجه ولا ايه؟ هي مدام داليا طلعت ولا ايه؟ مدام داليا سلمت المفتاح ومشت. سلمت المفتاح؟ هي باعت ال... لا يا بيه، مدام داليا كانت مأجرة مفروش. ايه
لو سمحت من فضلك تعالي لي. أيوة يا أستاذ أمر. من فضلك يا سماح شوية مية بسكر. في حاجة يا أستاذ أمر؟ حاسس بهبوط شوية. أجيب لي سعادتك دكتور؟ مية بسكر يا سماح. حاضر. مش عارف يوم ما أعمل معها إيه. أنا خلاص احترت وحطيت صوابع العشرة في الشق منها. مش أبوك كان بيقول إن في دكاترة للحاجات اللي زي دي؟ يعني يما هترضى تروح معايا للدكتور؟ وبعدين الموضوع ده هيجيب فضايح. الناس هتقول اتجننت وبتتعالج. ما يقولوا اللي يقولوه. كلام الناس لا هيقدم ولا يأخر. خلاص يما فتحيها في الموضوع ده ولو وافقت أنا ما عنديش مانع. طبعا يا حيسة عشور عليك شورة. إيه يما؟ أقول إيه؟ ما تاخدها وتنزل على مصر عند أختك أزهار تتفسحوا وتشموا شوية هوا وتدلعها وتهنينها وإن شاء الله إن شاء الله هترجع زي الفل. إيه يا ابني كنت فين الصبح؟ شوية مشاوير. شاوير فين دي؟ هو تحقيق على الصبح ولا ايه؟ انت احسن دلوقتي يا استاذ قمر؟ احسن الحمد لله يا سماح. تأمرني بحاجة تانية؟ لا روح انت. بقول لك ايه؟ نعم. تعرفيش نعمل تحليل قريب عن هنا؟ في نفس العمارة. في العمارة دي؟ ايوه بعدين بدورين. ازاي ما خدتش بالك من اليافطة؟ طب شكرا يا سماح. تيجي معايا يا احمد؟ احمد ايه؟ سرحان في ايه؟ لا ما فيش. انا هطلع اعمل تحليل في المعمل اللي فوق. طيب تيجي معاه؟ لا. حبيبي يا اخوي يا حبيبي يا سيف كان لسه بدري عليك كان لسه بدري عليك يا كبدي منك لله يا حمدي منك لله يا حمدي كان راجلي راجلي وسندي وظهري وولدي اللي عوضت عن قلة الخلفة حبيبي يا سيف منك لله يا حمدي منك لله كنت بستنى اليوم اللي يتخرج فيه عشان اشوفه استاذ قد الدنيا واتباهى بيه منك لله يا حمدي منك لله منك لله يا حمدي حاولي تاني يا سماح ما انا حاولت يا استاذ احمد بس الموبايل مقفول حاولي تاني وتالت ورابع ولا انت وراكي حاجه غير انك تنفذ اللي بقولك عليه حاضر يا استاذ احمد ايه يا احمد صوتك عالي ليه عمال اقول لها تتصل بداليا وهي عماله تدلع ما اتصلتش انت بيا ليه مش لاقيها مش لاقيها مالك متعصب دي انتوا متخانقين ولا ايه بقول لك مش لاقيها هتعارك معاها كيف طب يلا يلا نروح شكلك متضايق ومش عاوز تقول في ايه السلام عليكم عليكم السلام سلام ورحمه الله وبركاته كويس انك جيتوا عشان نتغدى مع بعضينا اهلا انا تعبان وطالع رايح شويه رايح كيف عامله لك الملوخيه اللي بتحبها ايه وعيك ده يا واد قله الحياه ده مال اخوك جايب زعبيب ابشير ليه معلش يلا تعالي تعالي هو جاي بالصبح متعصب على الاخر قلت اجيبه بدل ما يعمل شكله مع حد وايه اللي معصب ويعمل مشاكل ليه عاد الله قول لي يا ولدي عملت التحاليل عملتها يا ستي يومين ثلاثه بالكثير والنتيجه تطلع ربنا يطمن عليك بقول لك يا حبيبي اطلع غير خلقاتك وجيب اختك واخوك عشان نتغدوا حاضر يما يا رب يا رب بارك لي فيهم وادوهم الصحه والعافيه وطمني عليه النبي يا رب تقبلها مني ده انا وليها
يخرب بيت سنينك. انا برا الفيلا، يا ريت تطلع تكلميني. جننت في عقلك ولا ايه؟ ماشي. الو، ايوه فواز، ايه حركات العيال دي؟ ايه اللي انت كاتبه لي ده؟ اعمل ايه بس؟ ما انت ما بترديش عليا يا ازهار. انا مقدر العصبيه اللي انت فيها. انا عارف ان انا غلطان. طيب نتقابل بس، وانا هعمل كل اللي انت عاوزاه. انا فعلا هقابلك وهتعمل لي اللي انا عاوزاه، بس مروك. لا لا لا، انا ما فيش حاجه. لا كويسه، بس ولدي انور هو اللي تعبان، واحمد كمان راجع مش مبسوط. ده غير الخناقه اللي بيني وبين بنتي. بقول لك يا فواز، امشي من قدام الفيلا دلوقتي لحد من ولادي يلمحك. يلا مع السلامه. أنا في غابة. انا وانت لا يا حبيبي، هو ابني هيفضل يتألم كده يا دكتور؟ الحقنه اللي خدها هتهديه. حقنه دي اللي اديتها له ليه؟ هتعمل له عمليه ولا ايه؟ دي حقنه مخدره، انتوا مش عارفين عنده ايه؟ جرايه يا دكتور، ما تقول لنا ايه اللي حصل؟ هو بيتعاطى حاجه ولا ايه؟ يخلص يا واد الكلام الماسخ اللي بتتكلموا على اخوك ده. الاستاذ كلامه صح. كلامه صح يعني ايه؟ ابني بيتعاطى حاجه؟ للاسف ابنك مدمن يا مدام. بقول يا حمديه، ايه رايك؟ يعني انا تعبت من الشغل وعاوز اخد اجازه. اللي تشوف. طب ايه رايك لو نروحوا عند ازهار نتفسح يومين؟ وماله، ما دام انت شايف كده خلاص. خلاص يا ستي، جهزي نفسك، في خلال يومين بالكثير ان شاء الله هننزل مصر. رشاد، احنا نازلين نتفسح ولا عشان حاجه تانية؟ حاجة تانية زي ايه يعني؟ يعني تعرضني على دكتور مثلا؟ دكتور ايه بس؟ خلاص يا حمدية، الموضوع ده انا نسيته خالص. اوعى تكون فاكرني مجنونة. مجنونة ايه يا بت؟ ده انت ست العجلين تلاتة بالله العظيم. السفرية دي عشان نتفسحوا بس.
وماله رشاد؟ نتفسحوا. نتفسحوش ليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك إيه يا أحمد أفندي، ها أديني طلعت لك أخواتك برا الأوضة عشان تتكلم معايا براحتك. احكي لي بقى الموضوع ده جه إزاي. عايزة تفهم إيه يا أم؟ عايزة أعرف عرفت اللي ما تسمى اللي اسمها داليا دي منين وميتة؟ داليا عميلة عندنا في المكتب، ست جميلة قوي، حبيتها وتعلقت بيها. حبيبي حبيتها وتعلقت بيها؟ وازاي علمتك الإدمان اللي انت فيه ده؟ بصراحة يا أما أنا حسيت إن هي بتحط لي حاجة في القهوة، بس كذبت نفسي. ومن ميتة حبيبي وانت بتشرب قهوة وكذبت نفسك ليه؟ قلت لك يا أما بحبها ومش عايز أعمل معها مشاكل. طب ازاي كانت بتحط لك اللي بتحطه لك ده في القهوة وعرفت ازاي؟ أنا أما كنت لما ببعد عنها فترة بيجي لي صداع شديد، وأول ما أروح لها بتعمل لي فنجان قهوة يهدي نفوخي. يا حبيبي سلام دماغك يا أحمد. طب وحكيت الإبر دي خدتها كيف وميتة؟ مهما الصداع لما كان بيشد علي كانت بتساعدني يعني وتديني حكم. تساعدك؟ اه يا ناري دي مزقوقة عليك. اه يا ناري لو طولها بيدي لا طلع زمرة رقبتها في ايدي. ياما لا ياما داليا لو لا قول يا حبيبي انا عارفة داليا كويسة. كمل 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 يا ضناية. لما تعودت على الحجن اديتني شوية حجن اديها لنفسي لما احتاج. تاخد حجن وتديها لنفسك؟ ما قلت لك ياما هي اللي علمتني. هي اللي علمتك كده؟ ماشي ولا يهمك يا ولد. خلاص يا ولادي اتكلوا على الله انتوا وانا هبعت هنا مع اخوكم. لا يا اما انا هبيت معاكي. ايه الكلام ده يا شاهد انت وامه؟ وانا لازمتي ايه يا اما؟ ما ليه لازمتك يا ولد؟ اللي فيك مكفيك كفايه. حبيبي روح البيت استريح انت وانا استنى مع اخوك. يا اما انا زي الجن اتكلوا على الله انتوا وانا هبيت مع احمد. عشان خاطري انور. يا اما اسمعي الكلام، امال ما يصحش تبيت ورا البيت. اتكل على الله والصباح رباح، الصبح تعالي براحتك. حاضر يا ولد. تصبح على خير يا ما. خلي بالك من اخوك. خلي بالك من نفسك ومن شاهد. تصبح على خير يا شاهد. تصبح على خير يا ما. الاول يا ما الاول على الكليه. سيف شاطر يا ما. الكل كان بيقول انه هيبقى حاجه كبيره قوي. يا ريت زمايله ما كانوا جم قلبوا علينا المواجع بعد ما نسينا. لا يما انا ما نسيتش، انا ما نسيتش سيف. الحامل الكذاب وهروب صلاح من السجن هما اللي لهوني. انسي يا بنت عشان خاطري انسي، بلاش نبص لورا. لا يما قلبي قاعد من تاني ومش هيبرد الا لما احرق قلبها. قصدك حمدية؟ ايوه يما حمدية. حمدية بنت جابر، مش حسيبها مش حسيبها ياما مش حسيبها. الو. ايوه فوز. لا انا كويسه الحمد لله. بقول لك ايه، عندك حاجه بكره الصبح؟ عاوزك تجي لي البيت، بس بقول لك ايه ما تاخرش عشان عايز اروح لاحمد ولد المستشفى. لما تيجي اقول لك كل حاجه. طيب مع السلامة.
السلام عليكم. اهلا يا فواز، تفضل. تفضل يا فواز. ازيك يا زهر؟ الحمد لله. مالها شهد؟ سابت فطورها وقامت ليه؟ اطلع يا شربات، طلعي لها الوكل في اوضتها واعملي فنجان قهوه. مظبوط الاستاذ فواز. حاضر يا ست الكل. اتفضل يا فواز، اوبر. والله كويس انك انت فاكره قهوتي ايه لغايه دلوقتي. وهنسى قهوتك ليه عاد؟ طمنيني، احمد في المستشفى ليه؟ الفطار يا شهد. انا ما طلبتش تجيبيه، ام نور قالت لي طلعيه. خدي معاكي، ماليش نفس افطر. جرى ايه يا شهد؟ ما انت كنتي بتفطري. اتكسفتي لما شفتي فواز بيه؟ ما اتكسفتش، نفسي اتسدت. خلاص خدي الصينيه دي واعملي لي شاي. براحتك يا بنتي. مية المية استنتاجك صح، مفيش غيرهم يقدر يعمل كده. اكيد البنت اللي اسمها داليا دي مزقوقه على احمد. انا قعدت افكر في الموضوع، اجيبه شمال اجيبه يمين، لقيت نفسي بوصل للنتيجه اللي بتقول عليها دي. ولاد الكلب لعبوها كده عشان يسيطروا عليك. لا انا محدش يقدر يسيطر عليا، ولا انت يا فواز. حتى ايوه حتى انت. ليه بتقولي كده يا ازهار؟ وانا بقيت عدو خلاص. ساعات البني ادم بنينه، الحبيب ممكن يسيطر عليه اكتر من العدو. فعلا. عندك حق فواز. ليه رجع عندك؟ رجاء؟ انت بتترجيني؟ انت تشاوري بصباعك وانا نفس. تكد الكلام اللي بتقوله ده؟ جربيني وانت تشوفي. فواز. نعم. طلقني. اللي انت سمعته دي شو سواعدني؟ جاي لي بعض مثل لسانك امري وانا نفس، ولا عايز ترجع في كلامك ولا ايه؟ لا بس انا عاوز اقول لك حاجه واحده بس قبل ما تحكمي عليا الحكم الظالم ده. انا من غيرك اضيع. وانا بيك بنت تضيع. ازهار انا عمري ما حبيت حد غيرك، ولا فكرت في اي يوم ان انا احب. يمكن انا حبيتك عشان انت نظيفه وانا ما قدرتش ابقى زيك. انا نظيفه؟ ايوه انت انظف واحده في الدنيا دي كلها. ازهار ما ينفعش دلوقتي ان احنا نسيب بعض، ده الوقت اللي لازم نقف فيه جنب بعض ونحط ايدينا في ايدين بعض ونفكر مع بعض. ما ينفعش يا فواز، انا كتير ما اقدرش ابص في عين بنتي، وده اسلم حل لينا احنا الثلاثه. طب انت مصدقه ان انا ماليش اي ذنب في اللي حصل لشاهد ولا لا؟ انا عارفه، بس ايه الفايده؟ الفايده انك تحطي ايدك في ايدي وناخدها واحده واحده لحد ما نخرجها من اللي هي فيه. ما ينفعش يا فواز. يعني ايه يا زهر؟ يعني النصيب قال كلمته وخلاص. طب فكري تاني. يعني عندك الوقت اللي انت عاوزاه. فواز طلقني. بقول لك طلقني يا فواز.
انت طال الازهر طال. وجعنا أوضعنا لما لي رجعنا ومشينا.